حظر لقاح أسترازينيكا يتسع بالتزامن مع إجراءات قانونية من الاتحاد الأوروبي ضد بريطانيا. والاقتصاد السعودي ينمو ب 2.5% في الربع الأخير من 2020 على أساس فصلي. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم إلى نبض السوق من العربية، أنا لارا حبيب. لقاح أسترازينيكا يوتر العلاقات بين أوروبا وبريطانيا مع اتساع تعليق استخدام اللقاح أمس ليشمل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ولتنضم إلى الدنمارك والنرويج وبلغاريا وهولندا وإيرلندا. يأتي ذلك على خلفية مخاوف مرتبطة بتسببه بجلطات بالدم. وسط هذه الأجواء ردت شركة أسترازينيكا بأن هناك تقارير عن 37 حالة جلطة دموية من بين أكثر من 17 مليون شخص تم تطعيم في 27 دولة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مشددة على أنه لا دليل على أن اللقاح يحمل مخاطر متزايدة لحدوث الجلطات. هذا ما أكدته أيضا كل من منظمة الصحة العالمية ووكالة الأدوية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، موضحة أن البيانات لا تشير إلى أن اللقاح تسبب بحدوث الجلطات وأنه يجب على الأشخاص الاستمرار في التلقيح. من جانبها أكدت أستراليا وبريطانيا وكندا دعمهما أو دعمها للقاح والاستمرار في استخدامه. في أجواء توتر العلاقات أطلق الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة بدعوى خرقها اتفاقية البريكزيت في خطوة قد تؤدي إلى فرض عقوبات مالية أو تعريفات جمركية. يأتي ذلك في أعقاب قرار بريطانيا الأحادي الجانب بتأجيل تنفيذ البند المتعلق بإيرلندا الشمالية والذي يعتبر جزءا رئيسيا من اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي. بدأ الرئيس جو بايدن رئيس الأمريكي حملة ترويجية لحزمة الدعم الاقتصادي التي وقع عليها الأسبوع الماضي والبالغة 1.9 تريليون دولار. تتضمن الحزمة تقديم 1400 دولار كإعانات مباشرة لغالبية الأمريكيين و350 مليار دولار كمساعدات للهيئات وحكومات الولايات. وقال بايدن إن إدارته تستهدف توصيل 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا و100 مليون دفعة من الإعانات خلال العشرة أيام المقبلة. من جهة أخرى قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن بايدن ما زال ملتزم بتعهده عدم زيادة الضرائب على الأفراد الذين يقل دخلهم السنوي عن 400 ألف دولار. مستويات قياسية للأسواق الأمريكية للأس أم بي يوم أمس وأيضا للداو جونز. الناسداك أيضا كان فيه ارتفاعات ب1%، أكيد تعافي عم نشوفه للناسداك بعد أن كان خسر 10% من آخر قمة. موضوع الحزمة هذا أمر دعم الأسواق، والموضوع الآخر التسريع في عملية اللقاحات في الولايات المتحدة. رأينا أسهم المتعلقة بالسفر تقود الارتفاعات في جلسة يوم أمس، وهذه المكاسب انعكست على تداولات الأسواق الآسيوية في جلسة اليوم، كما تلاحظون ارتفاعات جماعية. وأداء العملات الرئيسية، الدولار إندكس يسجل المزيد من الارتفاع 0.1% من المكاسب. اليورو يبقى دون مستويات 1.20 لثامن جلسة على التوالي. وللمزيد من التحليل معنا من دبي وائل مكارم محلل أسواق عالمية في ICM Capital. وائل أهلا وسهلا بك. كل الأنظار متجهة نحو الفيدرالي، اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع. الأسواق وائل عم بتقول أو عم تتوقع أنه ممكن أن نرى خطوة يعني أقرب مما كان متوقع فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لأنه بسبب وجود مخاوف التضخم. هل ممكن برأيك أن نرى أي إشارات من هذا الاجتماع للفيدرالي حول تسريع ربما رفع أسعار الفائدة رغم أنه مرارا كرر بأنه غير قلق من التضخم؟ صباح الخير لارا، شكرا على الاستضافة. صحيح اليوم الاحتياطي الفيدرالي يعني بعد الارتفاع اللي شفناه مؤخرا في عوائد السندات، بعد تحسن الأرقام الاقتصادية كمان أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة
في الشهرين الأولين من هذا العام. كان في الحديث أكثر عم بيصير حول إنه العودة للسياسة النقدية شوي، يعني تشديد السياسة النقدية شوي بوقت أقرب. فلهيك الأنظار رح تتجه صوب الضغط. نحن نعرف اليوم في يعني في هذا الاجتماع رح يكون في economic projections أو توقعات اقتصادية وأيضا ضغط. كان آخر مرة التوقعات رح تتكلم عن شيء صوب 2023، فبالطبيعي اليوم لما بعض الأعضاء يكونوا متحمسين حول التعافي الاقتصادي في حال قربوا توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة، هذا الشيء رح ينعكس إيجابا. ولكن نحن أيضا ما نحط من أمامنا مرحلة أخرى. اليوم وقت بلش الاحتياطي الفدرالي في السابق بتشديد سياسة نقدية بدأ بتخفيض مشتريات الأصول، هذا كان في الأول، لبعدين آخر شيء راح لرفع معدلات الفائدة. فبعتقد اليوم هذا اللي بده يندرس، يعني الجاب اللي بده تصير بين تخفيض مشتريات الأصول لحد ما نوصل للفوائد. فسرعة تخفيض مشتريات الأصول هي رح تعتمد أنت رح نعلي الفوائد. فلهيك بعتقد مع وقت لآخر 2022 أو 2023 رح يصير في رفع، أنه اليوم مشتريات الأصول كبيرة وما بعتقد الفيدرالي مستعد بوقت سريع يبلش يخفض منهم بشكل ملحوظ. وائل، الدولار كان عم بيسجل ارتفاعات واتجاه ايجابي منذ مطلع السنه، عم نتحدث عن ارتفاعات للدولار اندكس بحدود 2%، كان عم بيستفيد من ارتفاع العوائد على سندات الخزانه. هل انتم شايفين انه الدولار اتجاهه ما يزال على صعود؟ صحيح، كل ما هو الاحتياطي الفدرالي وخاصه اظهر جيروم باول خلال اسبوعين فئتين يعني بتصريحاته غير مستعد لدخول في او كبح ارتفاع عوائد السندات، هذا الشيء رح ينعكس ايجابا، رح يضل ينعكس ايجابا على الدولار. كنا عم نشوف اللهجه شوي حذره من اعضاء المصرف المركزي الاوروبي في الاسبوع الفائت، وهذا كان شيء عم يترجم بضعف على اليورو مقابل العملات الاخرى وخاصه الدولار. فهذا الجاب اللي رح يلعب دور على العملات الاساسيه في الايام القادمه هي كيفيه يعني مدى تحمل البنوك المركزيه لرفع لارتفاع عوائد السندات. البنوك المركزية اللي رح تتدخل بوقت سريع لكبح هذه الارتفاعات عملياتها رح تتأثر سلبا أكثر من العمليات اللي البنوك المركزية رح تكون شوي على حذر، مثل الاحتياطي الفدرالي مثلا. إذا ما نقارن فقط الاحتياطي الفدرالي والمركز الأوروبي، ممكن نشوف طبعا تراجع زيادة في اليورو مع استعداد المركز الأوروبي في لزيادة مشتريات الأصول مثلا لكبح ارتفاعات عوائد السندات. وائل، سؤال أخير حول البيتكوين. البيتكوين كانت عم بيتم شراءه لأنه يعني كتحوط من التضخم، من العوامل الأساسية اللي دعمت أسعاره. اليوم تتراجع إلى مستويات دون ال 54,000 دولار، والمخاوف بأنه الهند تدرس منع التداول وحتى اقتناء العملات المشفرة. إلى أي مدى تتخوف من هذا الموضوع أن نراه في دول أخرى، وبالتالي هذا من الممكن أن يشكل خطر حقيقي على أسعار البيتكوين؟ صحيح، نحن في السابق يعني عام 2017-2018 كنا عم نشوف البنوك المركزية، عم نشوف الحكومات كلها عم تتدخل للجم شوي لجوء المستثمرين صوب العملات الرقمية. هلا كنا عم نشوف نحن أكثر adoption من corporates، يلي هذا الشيء رح يحط بعض المصاعب على الحكومات والدول إنه تتدخل لك. نحن عم نشوف يعني اليوم أول في عدة أسباب بتأدي لتراجع البيتكوين اللي عم يصير. أول شيء هيدا 10-15% تصحيح، يعني تعودنا على البيتكوين من وراء التقلبات القوية نشوف هيك التراجعات. ثانيا طبعا في مخاوف عند المستثمرين اليوم، إذا عدة دول يعني عم تتجه بنفس الاتجاه اللي اتجهته الهند، أيضا هيدا رح يأثر عليهم. من ناحية ثالثة في بعض المستثمرين أيضا عم يتجهوا مثلا صوب شيء بيعرف NFTs، هلا عم بياخذ ضجة كثير وعم بيكون في عليه مومنتوم. أيضا في يكون عم بيصير في شوية profit taking على البيتكوين ويتجه لأشياء أصلا مختصة بالعملات الرقمية، يكون في لها مجال أكثر لتطلع. ففي عدة أسباب ممكن تخلي البيتكوين يكون عم ينخفض بهذا الاتجاه، وممكن نكفي يعني تصحيح لدون مستويات 50,000. شكرا لك وائل مكارم، محلل أسواق عالمية في ICM Capital، شكرا جزيلا لك. نبقى إذن أو ننتقل إلى أخبار قطاع التكنولوجيا، حيث أدخلت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية تعديلات على المسمى الوظيفي للمدير التنفيذي إيلون ماسك والمدير المالي زاك كيركون. وذكرت الشركة في إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن لقب ماسك الجديد سيصبح تكنو كينج، أي ملك التكنولوجيا. أما لقب المدير المالي فسوف يصبح ماستر أوف كوين، أي سيد العملة. يأتي ذلك بعد شهر من إعلان الشركة عن استثمارها 1.5 مليار دولار في عملة البيتكوين. وقفة مع فاصل، نتابع من بعده نبض السوق، وفيه كيف يستفيد عملاء الأهلي وسامبا من الاندماج.
أهلا وسهلا بكم من جديد. أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية ب 2.5% في الربع الأخير من 2020 مقارنة مع الربع الثالث من العام ذاته. جاء ذلك بدعم من نمو القطاع النفطي بنسبة 2.6% وارتفاع القطاع غير النفطي ب 2.4%. أما على أساس سنوي فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% في الربع الرابع بسبب تراجع النمو في القطاع النفطي بشكل رئيسي الذي انكمش ب 8.5%، وقد انخفض الناتج المحلي غير النفطي ب 18% خلال العام الماضي. في السعودية تراجع معدل التضخم في المملكة في فبراير الماضي إلى 5.2% مقارنة مع 5.7% في يناير الماضي، وسجل التضخم الشهر الماضي أدنى مستوى منذ رفع ضريبة القيمة المضافة في يوليو الماضي. وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن ارتفاع الأسعار في فبراير الماضي يعود مجددا بصفة أساسية إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات. وفي السعودية أيضا قامت شركة المراعي بإبرام اتفاقية بيع وشراء مع مساهمي شركة بيك مارت للاستحواذ على كامل أسهم الشركة، والتي تشمل شركتي بيك مارك الإمارات وبيك مارت البحرين بقيمة تبلغ 93.5 مليون درهم. يشار إلى أن هذه الصفقة ستمول بالكامل من التدفق النقدي التشغيلي لشركة المراعي، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لعملية الاستحواذ في نتائج الربع المقبل. المراعي يرتفع السهم بعد هذه الأخبار 1% من الارتفاع. بدأ العد العكسي لما يعرف اليوم باليوم القانوني الأول للاندماج بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية في الأول من أبريل. كيف سيستفيد عملاء الأهلي وسامبا من الاندماج؟ إذا كنت عميلاً لدى البنك الأهلي التجاري أو لدى مجموعة سامبا المالية، ستبدأ اعتباراً من الأول من إبريل التحضيرات لانتقال حساباتك ومنتجاتك إلى البنك الأهلي السعودي العملاق المصرفي، الذي سيتكون من اندماج اثنتين من أكبر المؤسسات المصرفية في السوق السعودية، علماً بأنك لن تلحظ أي تغيير في الفترة الأولى. لنقدم لك هنا نظرة عامة عما سيتغير بالنسبة للعملاء من الأفراد والمؤسسات، وماذا عليهم أن يتوقعوا من مصرفهم الجديد. ما يميز الاندماج بين الأهلي وسامبا أنه يأتي في سياق التوسع وتسريع النمو، ليكتسب الكيان الجديد مركزا متفوقا في التكنولوجيا والقوة المالية ونطاق الانتشار. في مملكة مترامية الأطراف تعادل مساحتها خمس القارة الأوروبية، يكتسب الانتشار الجغرافي أهمية كبيرة، ومع ضم إمكانيات الأهلي وسامبا معا سيستفيد عملاؤهما من شبكة تضم أكثر من 500 فرع في مختلف أنحاء المملكة. وبحسب المعلن لن يتم تقليص عدد الفروع، بل سيتم تحويل بعض منها لخدمة شرائح معينة من العملاء ونقل عدد قليل منها إلى مناطق أخرى، بما يسهل وصول عدد أكبر من العملاء إليها. كما سيتم فتح فروع جديدة في مناطق غير مغطاة حالياً. ومع اندماج شبكتي البنكين معا سيرتفع عدد أجهزة السحب الآلي إلى أكثر من 4100 جهاز، إضافة إلى 950 جهازا للإيداع النقدي و130 نافذة للخدمات الذاتية و127 ألف جهاز لنقاط البيع، ليتمتع العملاء بأكبر شبكة للخدمات الشخصية في السعودية. هذا الانتشار غير المسبوق توازيه قدرة على ضخ استثمارات أكبر في ابتكار حلول مصرفية جديدة وفي الرقمنة الشاملة لجميع المنتجات والخدمات.
فعلى مستوى الخدمات المصرفية للشركات سيكون البنك الأهلي السعودي أكبر ممول مؤسسي متخصص في المملكة، مستفيداً من جمع موارد السيولة والكوادر الخبيرة وقاعدتي العملاء لدى البنكين، ما يجعله الأكثر قدرة على دعم الصفقات والمشاريع الكبرى في المملكة ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الاستثمار في القطاعات متسارعة النمو والقطاعات الحيوية التي تدعم التنوع الاقتصادي ومستهدفات رؤية 2030. نلقي نظرة على سهمي الأهلي التجاري وسامبا إذن في جلسة اليوم على ارتفاعات محدودة. إلى نتائج الشركات السعودية، حيث منيت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك بخسائر بلغت 69 مليون ريال خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع خسائر ب 60 مليون ريال في الربع الأخير 2019. أما للعام 2020 فقد حققت نادك أرباحا صافية قاربت 36 مليون ريال مقارنة مع خسائر ب 7 ملايين ريال في 2019، وجاءت الأرباح السنوية أقل بقليل من متوسط توقعات المحللين، وتضمنت النتائج ربحا ب 112 مليون ريال بعد منحها ملكية أراضي في حائل ووادي الدواسر والجوف من قبل وزارة البيئة والمياه الزراعية. نلقي نظرة إذن على مؤشر سوق الأسهم السعودية مشاهدينا في جلسة اليوم، قبل نادك على تراجع بعد النتائج ب 1.6%. تعسي كان بدأ الجلسة على تراجع ولكن عاد ليسجل ارتفاع 14%. المكاسب منذ مطلع العام تقف فوق 11%. نقارن ذلك مع ارتفاعات لدبي ب 5% منذ مطلع العام وأبو ظبي 14%. أبو ظبي من الأفضل أداء بين أسواق الخليج. اليوم دبي عليها بعض الضغط. الكويت ارتفاعات ب 13% خلال جلسة اليوم و 4% منذ مطلع العام. قطر والبحرين هي الأسواق المتراجعة year to date. إذن على كل مشاهدينا، للمزيد حول تداولات أسواق الإمارات معنا من أبوظبي مروان شراب رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في الرمز كابيتال. مروان أهلا وسهلا بك. أود أن أبدأ مع القطاع المصرفي الإماراتي. كنا سمعنا تطمينات حول وضع السيولة من قبل البنك المركزي الإماراتي، من ناحية أخرى كان عندنا تقرير لم يكن جدا إيجابي من موديز حول القطاع، حول ربحية القطاع، لأنه الوكالة تتوقع بأنه الربحية سوف تظل تحت الضغط في العام 2021 مع يعني جودة الأصول يعني بسبب المخصصات وغيرها. السؤال هنا، ما هي نظرتكم إلى القطاع المصرفي وهل من مصارف مفضلة لديكم؟ طبعا الإعلان النهاردة عن طريق البنك المركزي برجوع السيولة لنفس المستويات اللي كانت عليها بري كوفيد 19 ده شيء إيجابي، وبيدينا نظرة إيجابية بالنسبة للهيلثي انفايرمنت اللي احنا بنمر بيها في الوقت الحالي، أو حتى الستيمولس باكج اللي تخصصت من السنترال بانك لدعم القطاع البنكي في 2020 مع ظهور هذا كوفيد. في الوقت الحالي النظرة ما زالت مركز عليها هي قوة التوزيعات للقطاع البنكي، لأن هذا القطاع أثبت في خلال 2020 إن رغم التحديات اللي واجهها إن هو كان من أحسن القطاعات لذو عوائد ومقررات سعرية في تداول، وإذا كانت price to book أو حتى من نظرة الـ retention ratio بالنسبة لقدرة البنك على الاستحمال في هذه الفترة. ففي الوقت الحالي إحنا بنركز برضو على الباسيف انفلوز اللي بتدعم فكرة الـ MSCI والفوتسي بالنسبة لـ 2021 مع معظم القطاع البنكي وهو بيعلن زيادة الـ Foreign Ownership Limits بالنسبة له في هذه الفترة. طيب دعنا نتوقف بعض الشيء عند البنوك ولنبدأ من بنوك دبي المدرجة بدبي، البنوك الكبرى ENBD 12% ارتفاعات منذ مطلع العام بالمقارنة مع DIB 4%. مكرر ربحية لـ ENBD وتقريبا يوازي مكرر ربحية DIB اللي هو عند 11 أو 12 مرة. ديفيدند ييلد قريب 3.5% لـ ENBD، DIB 4%. أين تضع أموالك حاليا إذا بدك تضع بين المصارف بالإمارات، مصارف دبي تحديدا؟
دبي بالتحديد، يبقى هنركز اكتر على دي اي بي في الوقت الحالي، لان البوتنشال ابسايد في دي اي بي موجود مش بس فقط على المقررات الربحيه اللي هي بتتداول عليها، ولا حتى على على قدره التوزيعيه للسهم في الوقت الحالي ديفيدند ييلد اوف اراوند 4%، بل كمان على التوقعات الايجابيه بالنسبه لزياده حصه الاجانب في البنك في الفتره المقبله، اللي بيزود تلقائيا حصه دبي الاسلامي في المؤشرات العالميه اللي هي الباسيف فلو اللي بنشهدها بتدخل في المنطقه. طبعا لو ده حصل في خلال الفتره المقبله هنشهد برضو ري ريتنجز بالنسبه للبنك، وهيبقى في نظره تفاؤليه من الباسيف انفلوز اللي هي كانت متحكمه في اداء الاسواق المحليه في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا لغايه النهارده، ومتوقع تستمر هي في التحكم بالنسبه ل 2021. ففي الوقت الحالي في دبي دي اي بي، وعندنا نفس الصوره لو بنبص على ابو ظبي بقى هنلاقيها في فاب النهارده، مع انه فاب الاكثر ارتفاعا منذ مطلع العام والاغلى من حيث مكررات الربحيه. لماذا اذا بس كده؟ كمان فاب اوريدي كمان اكس ديفيدند دلوقتي حاليا، ولو انت بصيتي على الحركه السعريه لفاب هتلاقي ان حامل السهم قبل التوزيع في الوقت الحالي اكنه اخذ التوزيع والسهم رجع لنفس المستويات اللي كان عليها قبل التوزيع، لان البوتنشال ابسايد في فاب زي ما كنت بتكلم هلا is more for the passive inflow expected يكون جاي في خلال المنتصف الثاني بالنسبه ل 21، وهو ده اللي بيدعم في الوقت الحالي الستوري تبعت فاب والستوري تبعت اعاده الكلاسيفيكيشن للاونرشيبس في فاب، اللي هو المفروض يفيدهم في خلال الفتره المقبله مع التصنيف فوتسي وام اس سي اي. طب غير فاب ايضا، ما هي مجالات برايك الارتفاع اللي ممكن ان نراها على بعض الاسهم في اسواق الامارات وباختصار لو سمحت؟ حاضر. احنا اتكلمنا اكتر على القطاعات في بدايه العام لما اتكلمنا مع بعض، وكان القطاعات اللي احنا كنا دايما بنرجح بيها هي قطاع الاتصالات. النهارده الاتصالات ودو في واحده في ابو ظبي وواحده في دبي، الاثنين ادائهم كان مبهر من بدايه العام، واثبتوا ان في فتره 2020 رغم الضغوطات والصعوبات اللي هم واجهوها ان هم قدرتهم التوزيعيه ما زالت قائمه وما زالت تعطي عوائد سخيه بالنسبه للمستثمرين الحاليين، مع نفس التوقعات الإيجابية بالنسبة للاتصالات بسبب مروان زيادة حصتهم برضو. انتهى وقت البرنامج، شكرا لك مروان شراب، نهاية إذن نبض السوق، إلى اللقاء.